اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي رحمتك. وانا اخواتي احبتي في الله، يعني المسجد الاقصى هو بالمسجد الاقصى مفتوحة ولا يوجد اي حظر على الدخول لمن يستطيع الوصول للمسجد الاقصى. الله اكبر الله اكبر، مرحبا بذكر الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا إله إلا الله، ولا نعبد إلا الله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه. نسين له الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا إله إلا الله، ولا نعبد إلا الله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله حقا وصدقا ودائما وأبدا وعدلا ويقينا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله يبارك بارك عمرك ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه اتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيله والفضيله. بعث اللهم قوما محمودا والدرجه الرفيعه التي وعدته واجزه عنا خير الجزاء انك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. كما نرى إخواني أحبتي في الله المسجد الأقصى شبه فارغ، يعني قل قليلة من الأعاجم إخوتنا المسلمين من الخارج، ويكاد الصف الأول يعني لا يكتمل، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. حسبنا الله ونعم الوكيل. على ما يبدو أن إغلاقات المعابر وإغلاقات أبواب المسجد الأقصى منعت المصلين من الوصول للمكان. بارك الله فيكم وأكرمكم الله.